أسبوع تقريبا راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يقول على الموظف التونسي مش قاعد يخدم في خدمته، هذا كلامه هو، يقول أنه يخدم فقط في ربع ساعة في النهار وعمم. به اليوم نور الدين طبوب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يجاوب الغنوشي ويقول له حرفيا أنت سبب البلية وأنت لا تشتغل حتى دقيقتين في اليوم، شنو رأيك أنت كصحفي وإعلامي تونسي؟ والله تعالنا مشكلة أن نقوله الحقيقة. التصريح نتاع 8 دقائق وانه الموظف التونسي يخدم معدل، كي نقولوا معدل 8 دقائق نجم يكون اكثر شويه، فما شكون ما يخدمش حتى في 8 دقائق راهو في النهار، برشا موظفين باش نكونوا واضحين. المشكلة عندنا في الحقيقة فما الرقم هذا راهو ظهرت به احصائيات قبل وهو رقم موجود وبرشا توانسة يعرفوه، وحتى من غير ما يستناو كلام راشد الغنوشي تمشي لبرشا ادارات وما تلقاش برشا موظفين ما يخدموش، هذه حقيقة. لكن يعني مش راشد الغنوشي يقول الشيء هذا، راشد الغنوشي مطالب انه يعمل حلول لانه منتخب على راس مؤسسه دستوريه كبيره، رئيس مجلس نواب الشعب، يعني ايه قلت ومن بعد؟ احنا ما حاجناش بناس تقول، حاجتنا بناس تعمل افعال وتعمل قرارات وتعمل حلول في البلاد هذه. لذلك يعني انك تقول اراه الموظف التونسي يخدم معادله 8 دقائق فقط وتسكت ما عندها حتى معنى، كما قلت شيء والحل شنو؟ هذه النقطه الاولى. فيما يخص سي نور الدين الطبوبي، إيه سي نور الدين الطبوبي ماذا بينا نعترفوا أنه برشا توانسة وتونسيات يخلصوا في شهري وهما موش قد المسؤولية وقد الشهرية هذيك، دونك ما تاخذش الموضوع بمنحة أو بمعنى أو بهدف الشعبوية المهم هكا خصم سياسي نجاوبه. سي نور الدين الطبوبي على رأس مؤسسة كبيرة اللي هي الاتحاد العام التونسي للشغل، فمطالب وأنه يلقى حل لمشكلة الأداء الوظيفي والأداء الإداري والمهني للإدارة التونسية والموظف التونسي لأنه أدائهم كارثي، ومطالبين في النهاية راشد الغنوشي نور الدين طبوبي مطالبين باش يعملوا قرارات وحلول، مش مطالبين أنه سمحني في الكلمة يتلكشوا ويبعثوا في الرسائل السياسية ويتبادلوا في يعني الاتهامات، لأنه الحقيقة وأنه برشا موظفين توانسة ما يخدموش حتى في دقيقة مش في 8 دقائق. معقول جوستومون فما صحيح من غير تعميم، فما برشا موظفين توانسة مش قاعدين قايمين بواجبهم وفما برشا موظفين توانسة قاعدين قائمين بواجبهم وبلادنا قايمة على الإدارة حقيقة فيها الباهي وفيها الخايب، لكن الغنوشي بصفته مش بصفته الحزبية بصفته رئيس مجلس نواب الشعب أداؤه فاش قاعد يخدم؟ مجلس نواب الشعب الناس الكل تشوف مؤسسة دستورية ومؤسسة الأداء مش ما يتقيمش ساعة هكا في نهار وبناء على تصريح، على خاطرنا كي نحبوا نعملوا حل ولا نقولوا حقيقة لازمنا نخرجوها من التجاذب السياسي ومن الحسابات السياسية. راشد الغنوشي على رأس مؤسسة دستورية منتخب انتخبوه توانسة ومشى غادي بالانتخاب، كيفاه انتخبوه وعلاش نسيت المحاسبة؟ لازمنا نتعلموا ثقافته أنه نحاسبوا الشخص على الأداء نتاعو. كي نعملوا بيلون نتاع عام ونص في مجلس نواب الشعب سنجد أنه أداء راشد الغنوشي أداء سلبي، وراشد الغنوشي أصبح في مجلس نواب الشعب باعتراف برشا نهضويين من حزبه أصبح يعني مثل إشكال في مجلس النواب والساحة السياسية مش نقطة ضعف. كان ينجم يكون راشد الغنوشي يؤدي أداء سياسي من موقع آخر، لكن على رأس مجلس نواب الشعب لأنه ضربة ضربتين نشوفه في مرة مرتين، شوفوا هاو سحب ثقة من راشد الغنوشي، هاو مشكلة، يعني أصبح أداء سياسي داخل مجلس نواب الشعب يعني أداء ما قدمش بمجلس النواب اكثر من انه اصبح اداء يعني سلبي. رايك بعض الكل كلهم واحد يطيح على واحد واحد ينهب في واحد والبلاد مشات دخلت في حياه وكا هو كاش نقول لك. سبب خراب البلاد اتحاد الشغل موقف شخصي والغنوشي شخصيه محترمه بوان الالين وكا هو حرب الكلام، دخلنا في حرب الكلام، هما كما يقولوها انت حليت باب على روحك، انت كي تشوف الحانوت اللي انت حللها اللي هي مجلس النواب من برا هلا هلا ومن داخل يعلم الله، سي نورمال انت كي تحكي على الخدام هكاك وتمس على الاقل واحد قبل ما يضرب بالنار الناس يشوف داره هو باش معموله، انت اللي عندك انت عندهم نايب اقسم بالله مش لازم نسميه ومعروف ورئيس الجمعيه عمره ما جاي للمجلس النواب، عاد ابدا بروحك انت يا رسول الله وشوف جماعتك انت ونظف دارك انت قبل ما تحكي على الشعب، انت تو كل كلمه بحسابها في عوض وقت هذايا نريضوا الدنيا ونهديوا باش نمشيو لقدام قاعدين نرجعوا بالتوالي يا رسول الله، واحد يزيد الماء واحد يزيد الدقيق واحد يزيد الماء الدقيق، شكون قاعد يخدم في تونس؟ تي الناس الكل اعطيني تذكره بلاش، هاني في جنيف، هاني في روما، هاني في تي الشعب قاعد يتهلك وقاعد يمشي واحد وكل شيء وهما قاعدين يتعاركوا شكون يخدم، حتى ما قاعد يخدم، وما الاخرى جبدوا على رمضان شكون يخدم في رمضان؟ ما عادش رمضان شكون يخدم؟ شهر 12 شهر ما عاد يخدم حد، ابدا من مجلس النواب وانت طالع. واحد قبل ما يحكي على الناس قبل ما يضرب الناس بالحجر يشوف داره هو باش معموله بالبلار ولا باش. بالنسبه للتصريح الاول
تاع الغنوش اللي طابوبي واللي الموظفين مش قاعدين يقوموا بالخدمه نتاعهم. صحيح اكثريه الادارات قاعدين نشوفوا فيهم يخدموا ساعه ساعتين والا شطار وقت، وكلهم في اكثريه في القهاوي، اش تخليهم الادارات السريعه مش قاعدين يخدموا. هذه من ناحيه، اما زاد حتى هو الغنوشي مش يخدم دقيقه دقيقتين، ميم با ياخذ على الكرسي ويقوم يجري، ما نشوفوش الجمله، معناه قعدوا كان الزوز يتضاربوا بنات بعضهم، الطابوبي في الغنوشي، الغنوشي رئيس الدوله، رئيس الدوله في الحكومه، والمشيشي في من عشنو، والمواطنين والشعب والدوله كل قعدت كل تقاسي وحدها وكهو. المشكله في الثوره التونسيه ما تخمرتش، ناقصه خميره، خليناهاش عرفتك الخبزه ما تخمرتش، ما عطيناش الوقت. باش تتخمر فهمت؟ اما كل واحد كلام فارغ هذايا، تونس يخدم على قد فلوس. شو مع الاجنبي يخدم تونس؟ هو احسن خدامه توا في العالم توانتو في كل الميادين. اي مطلوبين. البارح خذوا 900 طبيب. في فرنسا. في فرنسا اي. اعطيه امكانيات يخدم تونس. فهمت؟ هو ما اما هذه كل امور سياسيه وحكايات فارغه. تعقيبا على كلامك اللي هو صحيح النقطه اللي اثرتها سيادتك، علاش الغنوشي ما جبدش على الاجر نتاع الموظفين هذوما اللي يعتبر من بين ادنى الاجور في البلدان العربيه الكل، هو اجر الموظف التونسي. خاطر مش مشكل، مش مشكله هو فهمت؟ مش مشكله. واللي عاش برشا برا وعاش في انجلترا ما ينفعش يعرف ظروف التونسي، اما التونسي يخدم على قد فلوس، اعطيه يخدم التونسي، يكذب عليك، اكبر خدامه هم التونسي. والدليل في الخارج نلقاهم يخدموا بالقدا خاطر يخلصوا بالقدا. في العالم خدام هما توانسه. مش خاطر انت امراه معناتها معروف. معروف خدام انت. انا كان عندي ما نعرف البنيه تخدم اكثر من تخدم اكثر من الراجل. اي كلامه ما يخدمش اخي يخدم هو اصلا. وفما موظفين شرفاء، فما موظفين يخدموا على رواحهم. مش كلهم يفصحوا مش كلهم. مش نعمه واي ما لازموش نعمه. فما موظفين يخدموا على صحيح فما اللي يفصحوا فما اللي يتعدوا القهوه ديريكت فما عارفهم يغطوا عليها. اما بالنسبه للاداره تعبه شويه، صحيح الاوراق ساعات تلقاهم مش موجودين ساعات فهمتني، اما بالنسبه له هو ما يعلقش اصلا جم، ما يجبدش اصلا هو توقيت العمل وما يدخلش في المواضيع هذيا خاطر هو اصلا هلك البلاد والدخل تبعها. للاسف ان ما زلنا نسمع في مشادات كلاميه ما بين القوى السياسيه هذه والقوى الوطنيه. يؤسفني جدا ان تونس ماهيش هي ما عادش تتحمل هالمشدات وهالعرك الكلام معناها اللي هو ماهوش في بقعته. نتصور انه تونس محتاجتنا الناس الكل، نتصور تونس محتاجه الكل رجالها. اذا كان واحد من معناها يعبر على انه التونسي مش قاعد يخدم، هو هذا يلزم يكون معناها على اطر علميه، يلزم يكون عنده مؤيدات علميه. والاخر اذا كان يرد عليه يقول راهو انت ماكش تخدم ولا انت سبب البلية، زاد يلزمك عندك مؤيدات تثبت انك انت سبب البلية. احنا نتصور نرتقي على هذا المستوى، على هذا الخلافات هذه، نحاولوا نقعدوا مع بعضنا، نحاولوا نتفقوا مع بعضنا، نحاولوا نشوفوا حلول لتونس كلها، نشوفوا حلول للمواطن التونسي اللي قاعد معناها مشاكل معناها غارق فيها متعدده. ما انا مش هذا اللي نستناو فيه، ومش هذا اللي يستنى فيه المواطن التونسي. ان شاء الله يقعدوا الكل ويتفاهموا مع بعضهم ويشوفوا لنا حل كما عملوا قبل، خاطر الدنيا ما تمشي كان بالتفاهم. عندك ثقه فيهم كمواطنه تونسيه انهم باش يقعدوا يلقاو لنا حل؟ ما عندناش حل اخر، خاطر انت حتى كي مش تجيب عبد اخوين كيف تلقى المشاكل. احنا توا ولينا بلاد كل واحد عنده راي، كل واحد عنده فكره، كل واحد ولا عنده اتجاه سياسي، كل واحد معناها ما عادش عندنا حتى حل اخر، حتى باش تجي حكومه اخرى شعب اخر باش نبدلوا الناس الكل، لي مونتاليتي العقليات الكل راهم تبدلت، كل واحد يخمم. لازمنا نقبلوا بعضنا بالاختلاف ونقعدوا مع بعض. لا تقول لي هذاك خوانجي، لا تقول لي هذاك يهودي مسلم كركار مش كركار، انت اجا واعطي الحل نتاعك مش هو شده ثنيه، زاد كوميم انت ما تراقبوش وبعد تقول كركار، انت كيف تزيد مثلا انت هاو تعب تطول المتروات، ما تلقاش حتى لي كونفيورك جماعه لي كونترولور نتاع المترو ما تلقاش تزيد، وبعد تقول لي الدوله فلست، كيفاش فلست؟ انت مش قاعد تراقب في الادارات، قبل كانوا عاملينهم بوانتاج في الادارات، توا مسايبين الكل راهم في الاداره، انت تخدم الصباح يجي نعمل قهوه ايش فما تحلك ساعه ساعتين وبعد يمشي على روحه، كيف كيف؟
كيف كيف هذاك مؤمر قيد بريزون ويمشي على روحه البلديات كيف كيف. ما نصورش كل الناس ماهيش تخدم، كيما ثم ناس اكيد تخدم وكيما ثم ناس ما تهرب من العمل موجود، هذا هذا موجود، هذا موجود. التعميم بتبيع على يجوز، اما ربما هذه اذا كان ثم احصائيه ماذا بينا يقولون عليها الاعلام، اذا كان ثم معناها تقارير تثبت الحكايه هذه. ثم معهد الاحصاء هذا كفيل باش انه هو يصح المعلومات هذه ويعطينا بالحق معناها الموظف التونسي قديش يخدم وقديش معناها يعطي من الجهد بتاعه من الوقت بتاعه. بالنسبه اذا كان ثم شكون اشخاص في البلاد هذه تعرقل او هي سبب البلاء وسبب المشاكل، ماذا بينا يمروا بها للقضاء، ماذا بينا معناها نتعدوا بها معناها للسلطة اللي هي المعنية.